مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة اليوم برنامج ملفات إريتريا. في بداية حلقة اليوم أتقدم بحر التعازي للشعب الإريتري وأسرة الفقيد المناضل محمد سعيد بروحته الذي انتقل إلى رحمة الله في لندن يوم الجمعة الماضية، والمناضل بروحته من الرائل الأول في الثورة ومن قياداتها البارزين. ألا رحم الله المناضل بروحته رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما موضوع حلقة اليوم برنامج ملفات إريتريا فهو بعنوان هل يتقارب أفورقي مع معارضيه؟ تداول ناشطون إريتريون في الأسابيع الماضية خبر لقاء وفد النظام الإريتري بمعارضين للنظام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وانتشر الخبر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، مما حدا بمكتب رئيس الوزراء الأثيوبي نفي الخبر، كما نفى الخبر كل من السفيران السابقان هايلي منقريوس والسفير عندي برهان والدقر قيس الذين جاءت أسماءهما ضمن الوفد المعارض، وهما من شخصيات المعارضة البارزة للنظام الإريتري. يذكر أن الساحة الإريترية كانت تترقب انفراجا بين المعارضة والنظام بعد عودة العلاقات الإريترية الأثيوبية، لكن لم يتم ذلك حتى الآن رغم مرور عام على اتفاقية السلام بين إريتريا وأثيوبيا. إذن هل يتقارب الرئيس أفورقي مع المعارضة ويفتح الباب للمصالحة؟ وهل المعارضة مستعدة للتفاوض مع النظام وتحقيق المصالحة الشاملة؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيوفي. معي هنا في الاستوديو الدكتور عمر زراي، وعبر الهاتف من سويسرا الأستاذ يوسف بوليسي، ومن السويد الأستاذ جيلاني موسى، ومعنا من اسطنبول أيضا الأستاذ عبد القادر محمد علي، فمرحبا بكم وبهم. أبدأ بضيفي في الاستوديو الدكتور عمر زراي، مرحبا بك دكتور عمر معنا في حلقة اليوم. اهلا وسهلا استاذ فؤاد. اول في البدايه اتقدم باحر التعازي لاسره الفقيد المناضل محمد السيد برحته وللشعب الاريتري على هذا الفقد الجلل. نعم، رحم الله المناضل برحته. دكتور عمر، هل يتقارب افورقي مع معارضي؟ يعني حتى يعني صيغه السؤال الذي يعني نسوقها دائما، هل يقبل النظام بالتفاوض؟ هل يعترف النظام بالمعارضة؟ هل يقبل السياسة أفورقي بالجلوس إلى معارضه؟ يعني المسألة متعلقة بالنظام وبأفورقي أكثر ما هي متعلقة بالمعارضة. كيف تعلق على هذا الخبر؟ نعم، كما ذكرت الأسبوع الماضي تداول ناشطون إريتريون كثير من في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني خبر لقاء وفد من النظام بوفد من المعارضة الإريترية، ورشحت بعد الأسماء. لكن في حقيقة الأمر حتى الآن لم تأتي إفادات من النظام كالعادة، الذي كان لا يعترف بالمعارضة الإريترية في 30 عام الماضية، يعني هو لم يعترف بالمعارضة واستمر على هذا المنوال. الخبر الأخير مفاده أنه في مصادر أوروبية قالت، جاء عبر يعني على لسان أحد وزراء خارجية الدول الأوروبية. نعم. أو سفير في اتحاد في الدول الأوروبية، وما ذكر أنه الخبر أن السفير الإريتري في الاتحاد الأوروبي هو من قال بذلك، وهذا الكلام جاء في إطار جلسة كان فيها تكريم لإريتريا وإثيوبيا على اتفاقية السلام بين إريتريا وإثيوبيا 2019. فكان جاء هذا السؤال أنه إريتريا هل ستتفاوض مع معارضيها، هل هتعمل مسالحة داخلية، هل ستعمل سلام داخلي كما عملت كما سعت للسلام الإقليمي. فكان رد السفير الإريتري في الاتحاد الأوروبي أنه إريتريا أيضا ستعمل على أنه تعمل مسالحة بوساطة إثيوبية. طيب، لكن فيما بعد الخبر كل الجهات التي وردت أسماءها في الخبر نفت الخبر، بما فيها مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي دكتور أبي أحمد. طيب دكتور عمر، إن سمحت لي نشرك معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد القادر محمد علي. عبد القادر مرحبا بك. مرحبا أستاذ عمر، أهلا بك.
عبد القادر، كثيرون او كثيرين يشككون في جديه النظام الاريتري بالجلوس الى المعارضه والتفاوض معها، حيث هو لا يرى هذه المعارضه ولا يعترف بها اصلا. لكن تسريب الخبر من جهتين كما ذكر الدكتور عمر، كان الطرف الاول هو سفير النظام لدى الاتحاد الافريقي، عفوا الاتحاد الاوروبي، وايضا عبر المحامي المعارضه الشهير مقيم في سويسرا دانيال رزن مكنن، وكذلك صحفي مقيم في هولندا السيد هابتوم يوهنس. يعني الطرفين هم من المعارضة وأيضا سفير النظام في الاتحاد الأوروبي تحدثوا عن إمكانية جلوس النظام إلى المعارضة. يعني كيف تقيم هذه الخطوة في غياب بيان واضح ونفي للأثيوبيين لرعايتهم مثل هذا اللقاء؟ أولا شاكر لك على الاستضافة استاذ فؤاد، أرحب بكل الأساتذة المشاركين. بالنسبة لموضوع التفاوض بين النظام الإريتري والمعارضة، ولا سيما مع يعني دار أخيرا في وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات اللي ذكرها دكتور عمر، نعم، أعتقد أكبر مشكلة تواجهنا دائما هي الغموض الذي يحيط بكل ما يفعله النظام الإريتري. فلذلك لا يوجد، والغموض الذي يحيط بإريتريا عموما يعني، فلذلك لا يوجد معلومات يستطيع المرء أن يصفها دائما بالمؤكد، يعني هي غالبا تكون أقرب لشيء من التحليلات. بالنسبة للفترة الماضية من عمر الدولة الإريترية شهدت غياب كامل أو تغييب كامل للمعارضة في الداخل وعدم اعتراف بها ورفض لدخولها، ويبدو أن النظام يرى أن هذه هي الطريقة الأفضل لاستمرار قبضته على البلاد. فالسؤال هنا، ما المتغير الذي يدفع النظام للتفاوض مع المعارضة وفتح هذا الباب أصلا؟ إذا نظرنا إلى الوضع الإقليمي مثلا، الوضع بالنسبة للنظام الإريتري يعني في أفضل الحالات، وخاصة بعد الحدث اللي في السودان والسياق المؤسف الذي صارت فيه الأمور، الرجل يرى أنه الآن ربما هو من إما الرجل الأقوى في الإقليم أو الرجل الثاني في القوة، ده على السياق الإقليمي. في الداخل على ما يبدو ما في شيء جديد، يعني هناك ما يتحدث عنه من بعض التحركات البسيطة، لكن هي في النهاية رغم الدعم الكامل هي لا تتجاوز يعني أشياء بسيطة جدا. لا يوجد حراك، لا يوجد تنظيم، لا يوجد شيء مرئي الإنسان يستطيع أن يتحدث عنه. وليس هناك ضغط دولي على النظام يجبره على هذا، ولا ضغط داخلي. فلماذا يغير النظام موقفه ويفتح باب التفاوض مع المعارضة؟ يعني لا يوجد سبب منطقي. عندما تنظر في طريقة تفكير هذا النظام وطريقة إدارته للبلاد وطريقة إدارته للتنظيم كان الكفاح المسلح، مسألة وجود أطراف أخرى تحاوره تنتقده، هذا الأمر بالنسبة له شيء غير مقبول. فإن كان وهو في مرحلة من الضعف قابل الاتفاق مع أثيوبيا لم يقبل بهذا، فهل سيقبل بهذا؟ طبعا عبد القادر، ألا ترى عفوا على المقاطعة عبد القادر، لكن ألا ترى أن النظام أيضا يود أن يستفيد من الانفتاح الذي وجده عقب بعد توقيع اتفاق السلام مع أثيوبيا؟ وكذلك لحتى هو يعني الآن في مأزق إقليمي، يعني نظر لما يحدث في السودان، ويود أن يتفادى إشكالية مشابهة لما يواجهها النظام أو واجهها النظام السوداني السابق والحالي الآن. فيعني ربما الأرضية الآن هي مهيئة أكثر للنظام، وهناك أيضا تململ شعبي داخلي داخل جدران أسمرة، تشهد يعني كل يوم والثاني كتابات مناهضة للنظام ومعارضة له. الشعب في الداخل أيضا هناك تململ واضح، فيعني هذه فرصة مواتية للنظام أن يدخل في هكذا حوارات مع المعارضة. والله يا أستاذ يعني أنا أتمنى هذا وأرجو هذا، لكن أعتقد أن الوقائع لا تقول بهذا. طيب عبد القادر ابقى معي، عبد القادر سأعود لك بعد قليل. معنا أيضا جيلاني، جيلاني موسى، مرحبا بك أستاذ جيلاني، تسمعني؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك جيلاني، سعيد بوجودك معي اليوم. جيلاني يعني دعني يعني نذهب في محور آخر معك. هل ترى أن الحوار مع النظام والجلوس إلى نظام سياسة أفريقي يخدم المصلحة الوطنية، يخدم المواطن الإريتري، ويخدم مستقبل الديمقراطية، وأيضا يخدم العدالة يعني التي يطالب بها المعارضون للنظام والمطالبين بالتغيير، عدالة تطالب بمحاسبة 30 سنة ماضية من عمر النظام؟ في البداية تحية لك وللمشاهدين. مرحبا جيلاني. وأيضا أترحم على روح الشهيد الأستاذ علي بن حاتم. حقيقة في مرحلة من المراحل المقاومة الإريترية ومن ضمنها جبهة التحرير الإريترية طرحت مطلوبات الحوار، والحوار كمبدأ ما كان مرفوض في الأساس، ومطلوبات الحوار كان في مقدمتها أن يعترف هذا النظام بوجود مقاومة أو معارضة إريترية، ويطلق سراح المعتقلين، ويوفر مناخ مناسب للجلوس معا وبشكل علني. لكن أعتقد هذه المرحلة نحن تجاوزناها، والنظام في الوقت الحاضر إذا كان أطلقت هذه البالونات فهي إما لتشويه صورة المعارضة أو لتجميل صورة النظام، وإلا فالنظام غير مؤهل في المرحلة الحالية حتى يعني الناس تجلس معه. وما يتعانيه إريتريا والجرائم التي ارتكبت، إذا كان النظام اضطر وجلس مع المعارضة فهو حتى يشرك في هذه الجرائم، وأيضا حتى يخرج من معزقه. أما خلاف ذلك أنا في رأيي في المرحلة الحالية ما في جدوى من الجلوس مع هذا النظام، والشيء الوحيد اللي مفروض الناس تعمل فيه وتفكر فيه معا هو إزالة هذا النظام. أما غير ذا يعني ما أشوف أنه في مصلحة للمعارضة وحتى للاستقرار في إريتريا وفي المنطقة الناس تدي أو تمتلي عمر هذا النظام. طيب جيلاني، واضح. ابقى معي أستاذ جيلاني. نأخذ معنا الأستاذ يوسف بوليسي من سويسرا. مرحبا بك يوسف. مرحبا بك أستاذي، ومرحبا بضيوفك والحوار. مرحبا بك سيد بوليسي، أهلا وسهلا. سمعت حديث الأخوة هنا في الاستوديو، كيف تقيم أنت يوسف بوليسي يعني قبل أن ندخل في محاور هذا اللقاء، كيف تقيم مسألة الجلوس للنظام والحوار معه؟ طبعا والله للأسف الشديد يعني يمكن الفقرة الأخيرة استمعت لكلمة الأخ اللي كان بيتكلم قبل شوية. نعم، كان جيلاني موسى من السويد. أهلا بك أستاذ جيلاني، مرحب بك. وأنا في اعتقادي أنه قبل ما نفكر في أنه نتكلم في موضوع زي ده مثلا، لأنه طبعا هو نتاج لإشاعة لحد دلوقتي الناس ما متأكدين منها، فقبل الحتة دي الناس تتفكر أو تتكلم في الحتة يبدو لي مهمة جدا، واللي هي أنه إذا حدث أو إذا حدث إنه كان مثلا للتفاوض مع المعارضة، ما هي الآلية التي يمكن تقال بهذه المفاوضات؟ يعني في كل الأحوال هو النظام لو لجأ لهذا الاتجاه أو لجأ أو قبل بالمفاوضات مع المعارضة، واللي هي المعارضة اللي دلوقتي نحن عارفين وضعها وحالة المرسي، فبالتالي يعني يبقى انه النظام بيواجه مشكله كبيره جدا من الداخل مش من الخارج. يعني ف ما هي كيف حتفاوض المعارضه في حد ذاتها؟ لانه انا على حسب رايي اذا كان النظام هو مجرم، نحن كلنا متفقين على انه هو مجرم ويجب ازالته ما في اثنين ثلاثه، لكن في العمل السياسي التفاوض جزء من المسير من المسار، ايضا جزء من احد المسارات ممكن الواحد يتبعها. فهنا تاتي المشكله، يعني كيف ستتفاوض المعارضه الاريتريه المشتته مع النظام؟ هو قاعد مثلا بيقول لها يا اخي تعالوا طيب يا اخي بس نعمل مساومات مثلا، يعني اوكي
هنا الإشكالية أستاذ فؤاد، أرجو أن أكون أجبت على السؤال. طيب يوسف، نعم واضح، ابقى مع يوسف وعود للدكتور عمر. هنا دكتور عمر، في حال صحت مثل هذه الأنباء كما ذكر الأستاذ عبد القادر، الإشكالية التي يعني تواجه المتابع للشأن الإدتري هو ذلك الانغلاق وذلك انعدام أو عدم وجود خبر يعتمد عليه، الانغلاق الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي وتكتيم النظام الدائم على ما يدور سواء في الداخل أو الخارج. في حال صحت مثل هذه الأنباء برأيك، ما هو المناخ المناسب؟ ما هي آلية مثل هذا الحوار الذي يمكن أن يتم مع النظام؟ ولماذا أيضا يعني تم تحديد شخصيات مثل منقريوس وعند برهان الذين هم جزء من النظام السابق لمثلا تمثيل المعارضة في حوارهم مع النظام؟ ويعني والدكتور عند برهان والدكتور قرقيس لديهم أيضا تحفظات لمعسكر المعارضة، يعني المينستريم في المعارضة. في الحقيقة هو كما ذكر الأخوة، هو حتى الآن الخبر يعتبر مجرد تسريب. نعم، لكن التنبؤ أو هذه المجموعة بالذات، يعني ذكر أسماء هذه المجموعة المذكورة في أول تداول اسمها في الأخبار الأسبوع الماضي، نتيجة لقرب هذه المجموعة، وهناك عوامل أخرى أيضا، إن كان وجود السفير منقريوس في هيلا منقريوس في أديس أبابا في تزامن ذلك، وهو نفى أن وجوده في أديس أبابا لم يكن لهذا السبب إنما لعمل آخر، وهو كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لفترة سابقة وما زال يعمل في هذا الإطار، يعني نعم، في إطار الدبلوماسية الدولية، يعني بعيدا عن الشأن الإريتري. تزامن وجوده في أديس أبابا في ذلك الوقت أنه أعطى أيضا نوع من يعني أضيف اسمه لهذا الخبر، وأن هو الآن موجود هناك للتفاوض مع النظام الإريتري. عند برهان كان واحد من الفاعلين في السنوات السابقة، وتعتبر هذه المجموعة بصفة عامة هي مجموعة أول قريبا من النظام وعملت مع النظام لفترة طويلة، إضافة لأن هذه المجموعة تعتبر من نفس مدرسة الجبهة الشعبية النظام الحاكم. مثلا عند برهان والدقرقيس كان سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي، كان هيلا منقريوس المبعوث الدائم لإريتريا في الأمم المتحدة. نعم، يعني هذه الأشياء تعطي أنه هذه المجموعة هي مرشحة من قبل الشارع، مرشحة من قبل المراقبين، أن هذه المجموعة ربما يتفاوض معها النظام لسببين. السبب الأول الذي ذكرته هو البعد، أنه قرب هذه المجموعة من النظام الإريتري في وقت سابق وهي من نفس المدرسة. البعد الآخر أن هذه المجموعة معروفة أكثر في الدوائر الغربية، وبالتالي كل الضغوطات التي تأتي على النظام تأتي عبر هذه المجموعة باعتبارها موجودة في الوسط الغربي أو تعمل في قريبة من الدوائر الغربية، ولذلك وحتى الآخرين يتوقعون أن الآخرين سيضغطون على النظام لاستيعاب هذه المجموعة. وعندما يفكر النظام في أي تفاوض، يعني عمليا ستكون هذه المجموعة ضمن أهم المجموعات المرشحة لمفاوضة النظام، لكن هذا كله في واد، والنظام الإريتري في واد آخر. جميل، تفضل واصل. النظام الإريتري عنده، لو نظرنا لتاريخ السياسة فورقي من مسيرته لقيادة تنظيم الجبهة الشعبية، فهو لا يؤمن بالحوار إطلاقا. موضوع الحوار هذا إما للمراوغة وإما يعني لكسب الزمن، كما حصل في الحوارات السابقة سواء مع جبهة التحرير الإريترية وما بعدها. وعندما أتى الاستقلال، التنظيم الوحيد الذي رشح
بنفس هذه العقلية يعني بعقلية الترشيحات هذه، كان هو تنظيم المجلس الثوري، والمجلس الثوري كان في وساطة خارجية أنه يكون يدخل في مفاوضات مع النظام في هذا في بداية قبل إعلان استقلال إريتريا في الفترة الانتقالية. نعم. في تلك الفترة تنظيم المجلس الثوري وصل ل رجع من المطار، يعني انه مطار الخرطوم وهو يتأهب للسفر لإريتريا لإجراء مفاوضات مع النظام الإريتري. استمرت هذه الحالة والنظام الإريتري واجه مشاكل داخلية ولم يستوعب المجموعات الداخل الجبهة الشعبية وزج بها في السجون، بمعنى أن ثقافة الحوار في النظام الإريتري غير واردة، فهو يؤمن حتى في إطار تعامله مع المجموعات التي استوعبها من الإقليم كمعارضة للأنظمة سواء في إثيوبيا أو في السودان، كان يجنح دائما للحل العسكري. فالنظام فقط يجلس في طاولة المفاوضات في حالة أنه أجبر على ذلك، أما في الحالة العادية لا أتوقع أن النظام الإريتري يبادر في اتجاه الحلول السلمية. إضافة أنا استبعد جدا في هذه المرحلة أنه في حوار بين المعارضة الإريترية والنظام الإريتري، لأنه حتى الوسيط اللي كان مرشح لإجراء للوساطة في هذا الحوار والذي سرب أتى اسمه ضمن كوسيط للمفاوضات في هذه المرحلة غير يعني غير مواتية لإجراء هذا النظام الإثيوبي غير جاهز لرعاية. نعم، وإضافة لأنه هناك في العلاقة الإريترية الإثيوبية أيضا ليست كما يرى. طيب أنا أود أيضا أن أعود لهذه النقطة، لكن اسمح لي أن أشرك معنا جيلاني مرة أخرى. جيلاني، سمعت حديث الدكتور عمر أن النظام الإريتري لا يجلس إلى طاولة مفاوضات إلا إن كان مجبراً على ذلك. لماذا فشلت المعارضة الإريترية؟ أو كيف يمكن أن تجبر النظام الإريتري على الجلوس إليها وتفاوض بشأن هذا الوطن وتفاوض بشأن القضايا التي تطالب بها من سنين طويلة؟ برأيك لماذا فشلت المعارضة في ذلك؟ جيلاني تسمعني؟ نعم تفضل. في عوامل موضوعيه كثيره حقيقه محيطه بوضع اريتريا، موقع اريتريا والمحيط الاريتري والتقلبات الانظمه المحيطه بين سواء اثيوبيا او السودان، وبالاضافه الى عوامل ذاتيه للمعارضه الاريتريه ووجود المعارضه لفتره طويله حقيقه على الساحه الاثيوبيه ايضا اخذ الكثير من المعارضه، وبالتالي أنا أعتقد أيضا وجود المعارضة خارج الوطن ده واحد من العوامل المهمة جدا أنه النظام يعمل بارتياح داخل البلد من غير أن يكون في منافس، وبالتالي الناس كيف تنقل العمل إلى الداخل بالتدرج صحيح في نظام قمعي وفي كبد وفي الحالات المعروفة كلها، ولكن مع ذلك العمل لنقل العمل المعارض للداخل هو أعتقد السر اللي ممكن يحدث تحول، وبالتالي نحن كمعارضة مطلوب نتجاوز الأطر اللي يعني سكننا عليها، وبالتالي ننتقل إلى مرحلة وفهم جديد في مقاومة هذا النظام. وبالمناسبة دي طبعا أنا حبيت أو أريد أن أشير أنه أقحم اسم الجبهة في مسألة المفاوضات السرية وإلى آخره، وطبعا مسؤول الإعلام في جبهة التحرير إريتريا نفى بالقطع أنه الجبهة جلست أو تجلس مع هذا النظام، فهذه أيضا نقطة أحب أن تكون واضحة. طيب نقطة واضحة جيلان تفضل. وأضيف أيضا لكلام الدكتور عمر أؤكد عليه أنه القوة اللي تطرح أسماءها أو العناصر اللي طرحت أسماءها هي الجبهة الشعبية، وأعتقد الخلاف بينها وبين النظام هو خلاف شكلي يتعلق برئيس النظام وبعض الممارسات، أما في الجوهر فما في خلاف، وبالتالي كون يكون في تصويات وحلول قد لا يستبعد إذا كان وافق سياس ونظامه أنه يتعاطوا مع بعض المطالب
فنحن مطالبنا وهذه القوة أعتقد في اختلاف يعني، وبالتالي إمكانية أنه يجلسوا معه قد تكون واردة في المستقبل وتكون في تسويات. أما نحن كمقاومة فمع هذا النظام أعتقد الوقت فات، وبالتالي أي جلوس معه معناه تطويل في عمره ومعناه تعزيز للجرائم الموجودة، وبالتالي أنا أعتقد نحن يجب أن يكون هدفنا حسمنا أمرنا أنه التغيير هو الهدف المركزي بالنسبة لنا. طيب جيلاني أبقى معي أيضا، أعود لعبد القادر من إسطنبول. عبد القادر، سمعت حديث جيلاني وحديث الدكتور عمر معي هنا في الاستوديو، لكن السؤال الذي يعني يقودنا حديث جيلاني وعمر إليه هو لماذا برأيك توقف الربيع العربي عند الحدود الإريترية؟ لماذا لم تشهد إريتريا حتى اليوم تحركات شعبية؟ لماذا السودان أقرب الجيران وأقرب المؤثرين إلى إريتريا شهد انتفاضة وثورة كبرى؟ أثيوبيا شهدت تحولات كبرى أيضا، صاحبت التحركات الشعبية الداخلية. برأيك لماذا حتى اليوم الربيع العربي أو ربيع الذي أشبه اليوم أيضا أفريقيا أيضا ليس عربي فحسب فشل في الولوج إلى إريتريا؟ في بداية الربيع العربي ذكر سياسة فرقي الرئيس الإريتري أن ما يحصل في المنطقة هي مجرد فرقعات ومجرد انفجارات اجتماعية بسيطة لا يمكن تسميتها بالثورة، ورفض إطلاق مسمى ثورة عليها. عبد القادر معي؟ عبد القادر اسمعني، يبدو أن عبد القادر فقدنا اتصال بعبد القادر. طيب نأخذ يوسف. سيد بوليسي معي؟ طيب لعلنا يبدو أن فقدنا اتصال. دكتور عمر أعود لك مرة أخرى، لكن ذكر كما سمعت السيد جيلاني موسى أن من تم تسريب هذا الخبر أو الحديث عن جلوسهم للنظام هم جزء سابق من النظام والاختلاف هو شكلي. برأيك لماذا هذا الفرز في معسكر المعارضة بين من كانوا ينتمون سابقا للنظام وانشقوا عنه وبين من كانوا بالأصل معارضين قبل وصول للنظام؟ هل مثل هذا الفرز يخدم القضية؟ في حقيقة الأمر الساحة الإريترية ورثت هذا الفرز، يعني نحن وهم من فترة ما قبل الاستقلال. بعد فترة الاستقلال أيضا واصل نفس الاتجاه، لأنه النظام الإريتري أقلق الأبواب أمام كل القوى. في حقيقة الأمر هو كل القوى لم يتح لها أي فرصة لدخول إريتريا، دعنا ممارسة أي نشاط سياسي، وبالتالي استمر هذا الشيء. قوة في داخل إريتريا كان ترى أنه في داخل النظام، يعني كان ترى أنه ممكن إصلاح هذا النظام، وأنه نحن نمر بمرحلة ثورة وفيما بعد أيضا نحن في مرحلة انتقالية ولازم نعمل يعني نمهد للثورة وللممارسة الديمقراطية وأشياء كثيرة. يعني فيما بعد تعثر ذلك بال2000، انفجرت الأوضاع بعد حرب 98 بين إريتريا وإثيوبيا، انفجر الوضع بعد توقف الحرب ومجموعات متقدمة في الصف القيادي للجبهة الشعبية طالبت بإجراء تحقيق فيما جرى في خوض هذه الحرب اللعينة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشباب الإريتري، ومن التسبب فيها ومن اتخذ القرار الخاطئ الذي بسببه ولدنا هذا الحرب وأشياء كثيرة. في ذلك الوقت السياسة فورقي لم يتحمل هذا الإجراء، وبالتالي زج بهذه القيادات في السجون. بعدها دخلنا في مرحلة جديدة من معارضة جديدة كانت داخل النظام خرجت خارج إريتريا وأصبحت تطالب بنفس المطالب التي نطالب بها. وهنا لكن الثقافة أصبحت مواصلة أنه نحن وهم والجديد والقديم وهذه الأشياء استمرت. طيب واضح دكتور عمر، أشكر لك لهذا التوضيح. عمر إن سمحت لي أعود لمواصلة باقي محاور حلقة اليوم بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل نعود لكم بعده، انتظرونا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج ملفات إريتريا. في ملف اليوم، هل يتقارب أفورقي مع معارضيه؟ معي هنا في الاستوديو الدكتور عمر زراي، وعبر الهاتف كل من الأستاذ يوسف بوليسي والأستاذ جيلاني موسى والأستاذ عبد القادر محمد علي، فمرحبا بكم وبهم. طيب أعود الأستاذ عبد القادر محمد علي. عبد القادر تسمعني؟ نعم تفضل أستاذ. طبعا عبد القادر نحن توقفنا عند نقطة، ألا وهي لماذا برأيك توقف الربيع العربي على أعتاب إريتريا ولم يستطع الولوج إليها حتى اليوم؟ في بداية الربيع العربي سياسة فرقي عبر عن استخفافه بالربيع العربي وذكر بأنه مجرد فرقعات بسيطة لا يمكن تسميتها بثورة، رفض أن يطلق عليها ثورة. هل إريتريا أمامها وقت طويل حتى تشهد انتفاضة على النظام تجبره على الجلوس سواء للمعارضة أو غير المعارضة؟ والله يا أستاذ من ناحية المبدأ، يعني بمقارنة الظروف في إريتريا بالظروف في دول الربيع العربي من ناحية السياسة والقبضة الأمنية والاقتصاد، يعني كل الأسباب التي أدت إلى الانفجار في دول الربيع العربي، فالحالة متماثلة. التأخر في اعتقادي أنا سببه سبب تقني لا أكثر، يعني سبب تقني بمعنى أنه غياب شبكة الإنترنت داخل إريتريا، لأنه في غياب وجود أي تنظيمات سياسية أو نقابية أو شبابية قادرة على أنه تعمل في الداخل في العلن، فهي في حاجة إلى بيئة سرية، بيئة آمنة تستطيع أن تعمل فيها وتنظم وتخطط، ويكون هناك نوع من تشبيك وإنشاء شبكات وحتى الدعوة للمظاهرات والعصيان والتحرك. هذا الشيء غير موجود في إريتريا، هذه الشبكة غير موجودة في إريتريا، ولذلك هذه البيئة الآمنة غير موجودة. وبناء عليه مسألة تكرار نسخة الربيع العربي في إريتريا في غاية الصعوبة. الآن بعد 2011 صدرت عدة دراسات عن الربيع العربي، وجزء منها كان يؤثر، يعني وكان يدرس بشكل مفصل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الثورة، ويخلصون إلى أنه تأثير كان كبير جدا في التنظيم والتحشيد، وحتى سموها بثورة الفيسبوك أو ثورة الإنترنت. لكي ندرك يعني فهم هذا النظام لخطورة الإنترنت مبكرا قبل أن يتنبه إلى هذا كثيرون، أنا أتذكر مرة قرأت دراسة تتحدث عن تحليل للإنترنت الإريتري في فترة سابقة، وأنه استطاع منذ فترة مبكرة منذ بدايات المواقع الإريترية أن يفتح نوافذ حتى للذين في الداخل، فكانوا يكتبون آراءهم تحت أسماء مستعارة. وجود هذا الحيز ضيق جدا يعني قلة المواقع في ذلك الوقت، انتبه له النظام وأغلق هذا الباب، وبالتالي أي تحرك مشابه لما حدث في سوريا أو مصر أو غيره يبدو لي من الصعوبة. لكن في النهاية لكل تجربة ظروفها الخاصة، ما الوسيلة التي من الممكن أن يعتمد عليها الشباب في إريتريا لا أعرف، لكن في نظري أنا أن أي قوة تريد أن تغير داخل إريتريا لابد من أن تفكفك هذه العقبة أولا، وبعد ذلك تستطيع أن تعمل وتهيئ لما يمكن أن يكون انتفاضة أو ثورة أو كذا. طيب عبد القادر، واضحة، وأشكر وجودك معنا اليوم أستاذ عبد القادر، ألتقي معك في حلقات قادمة بإذن الله. أنتقل للأستاذ يوسف. أستاذ يوسف معي؟ تسمعني يوسف؟ يوسف بوليسي. نعم بسمع. يوسف اهلا يوسف بسمع. يوسف مرحبا بك مره اخرى يوسف. يوسف طيب مرحبا. طيب بسرعه يوسف، في رايك هل يعني حتى يعني نناقش هذا الجانب بشيء من الاستفاضه، هل الجلوس الى النظام والتفاوض معه باي شكل من الاشكال وباي طرف من الاطراف هو امر مفيد لمستقبل إريتريا، ام انت ترى مع الراي الذي يقول انه لا بد من اقتلاع هذا النظام وانتزاعه ومحاسبته وليس الجلوس معه؟ بدأ أود أن أتكلم عن الإشاعة التي يعني الناس تقول أن
استلال كان ذهنا. أين مصدرها؟ قد يكون النظام بمناسبة، قد يكون النظام، لأن النظام كما قال الدكتور عمر نظام لا يتنعدم لديه ثقافة الحوار، ولا لا يتحاور ناهيك عن الذين خرجوا منه حتى في داخليا، حتى على المستوى الدائرة الضيقة النظام يعتمد على شخص واحد، فبالتالي ما في حاجة اسمها حوار أصلا ولا تفاوض مع أطراف أخرى، يعني ما في حاجة اسمها رأي آخر. فده حلم هو في رأيي أنا بسبنا، لكن لو حصل يبقى إنه على المعارضة إنه تبني على أسس صحيحة جدا، يعني لأنه التفاوض يؤدي إلى حلول معينة، ونحن بنعيش في ظروف سيئة جدا، شعبنا يعيش في ظروف سيئة للغاية. فإذا كان الناس اتبعت أو النظام اختار مسار التفاوض أو الحوار مع المعارضة، على المعارضة أن تعمل آلية قوية جدا تجبر النظام، لأنه النظام معناها انتهى، معناه ضعيف. لو أنا قال يا أخي أنا أقبل التفاوض، على المعارضة أن تحضر نفسها إلى هذا الشيء. أود أن أربط هذه المسألة بالحديث الأخير للأستاذ عبد القادر. الأستاذ عبد القادر يتحدث عن صعوبة تحقيق ثورة الربيع العربي في إريتريا. شيء طبيعي جدا ما يحدث إذا كان الناس بتفرق، حتى حواضنها بتفرقها من داخل إريتريا وتجيبها خارج. مين الحيناضل بالداخل؟ إذا كان الشباب هم اللي بيهربوا، إذا كان الشباب بتشجع الناس بيشجع الشباب إنه يهربوا، طيب مين اللي حيعمل اللي يقوم بالتطهير؟ هذا جانب، الإضافة للظروف الخاصة النظام اللي فعلا وعليها سابقا إنه الإمكانيات بعد الإنترنت ضعيفة جدا، غير إنه ما سمح إلا بمنظمات هنا تعتبر مظلات لرؤياه أو لأفكاره، ما سمح بمنظمات خاصة أو منظمات إنسانية أو منظمات مدنية، ودي طبعا لها دورة حتى في 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 تحريك الشارع. هذا جانب. الجانب الثاني سياسة الخدمة الوطنية طويلة الأجل، معناها حجز الشباب. الشاب لا يا إما يكون مصيره صار في هنا في ظرف، يا إما يموت، يا إما يكون محجوز طول عمره في الخدمة الوطنية أو يهرب، فصار يختار الهروب أيضا يعني. فدي إشكالية كبيرة جدا، وده أنا معتقد إنه يا أنا دائما بقول إيه، ضعف المعارضة أو لو في قوة بتاعت معارضة ده ضعفه هو كل المشكلة، وإلا يمكن الأرضية تكون أكثر تهيؤا للتغيير في داخل إريتريا، وأي تغيير ما يكون من داخل إريتريا ما يعتبر تغيير، عشان الناس تفهم الحته دي. الناس ما تقعد تجود في الداخل في الخارج، عليها انه تعمل من انه تعمل تواصل مع الداخل. طيب ودي بتحتاج نعم. لرؤيه واضحه. شكرا الفكرة. جزيلا واضحه الفكره يوسف، ابقى معي. اعود لجيلاني موسى، اعود لك دكتور عمر بعد قليل. جيلاني، برايك هل يمكن الاعتماد على الوسيط الاثيوبي؟ جاء في مقاله المحامي هابتوم يوهانس، عفوا دانيال ريزاني، الذي هو أول من سرب مثل هذا الخبر، أن الأثيوبيين هم من يرعون هذا الحوار بين أطراف المعارضة وبعض أطراف المعارضة والنظام. من تجربتكم جيلاني موسى، هل ترى أن الأثيوبيين يمكن أن يكونوا وسيط يعتمد عليه؟ المعارضة التقليدية للنظام كانت تعتمد على النظام الأثيوبي السابق الذي خذلها بشكل كبير في تحقيق مراميها. الآن المعارضة المنشقة من قلب النظام تتقرب إلى النظام الأثيوبي الجديد، أو تقبل ما لم تكن تقبله من النظام الأثيوبي السابق. برأيك تبدل هذا الأدوار، هل يعني فيه دلالة أن لا أحد يتعلم من أخطاء الماضي؟ جيلاني تسمعني؟ طيب. في الوقت الحاضر يعني بعد التغييرات اللي حصلت بعد مجيء أبي أحمد، نعم، هي إثيوبيا في علاقاتها مع المعارضة الإريترية في إشكال، والإشكال يتمثل في إنه في السابق كان في تعامل مركزي مع المعارضة الإريترية ممثل بالحكومة الإثيوبية. في الوقت الحاضر هذه العلاقة حصل فيها قدر من التغيير بعد العلاقات اللي نشأت بين حكومة الشعبية والحكومة الإثيوبية، وبالتالي أعتقد الصورة
أو التعامل أو العلاقات بين المعارضة الإريترية وإثيوبيا في الوقت الحاضر في مرحلة من مراحل أقدر أسميها مرحلة انتقالية. هل ستستمر العلاقة بين الحكومة الإثيوبية والمعارضة الإريترية أم يكون في قرار آخر؟ وبالتالي نحن في الوقت الحاضر وما في اعتراف يعني معلن كما كان في السابق بعد العلاقة بين إريتريا والنظام وإثيوبيا، ما في نفس الصورة نفس التعامل نفس الانفتاح ما موجود. وبالتالي نحن ما نعرف هل إثيوبيا كدولة يعني كحكومة إثيوبية مركزية ستتعامل مع المعارضة الإريترية أم العلاقة ستظل مع جزء من مكونات السلطة الإثيوبية ممثلة في تيغراي. لذلك أنا يعني ما أتوقع أو ما أرشح في الوقت الحاضر أن إثيوبيا ممكن أن تتبنى يعني بشكل يخدم المعارضة الإريترية للوصول لأهدافها كما حصل أو كما استوعبت هي معارضتها اللي كانت موجودة في إريتريا. طيب جيلاني، ألا ترى معي أن الأثيوبيون وكذلك قبلهم السودانيين كانوا يتعاملوا مع الملف الإريتري كونه ملف أمني وليس ملف سياسي؟ الجهات الأمنية هي التي تتعامل مع المعارضة الإريترية ليس الجهات السياسية، وبالتالي لم تنجح في اختراق الساحة الإريترية. برأيك هل هذا فشل لفهم هذه الدول لأهمية التغيير في إريتريا، أم أن المعارضة الإريترية أيضا لم تستطع أن تسوق نفسها سياسيا؟ هو تقدر تقول تزاوج الاثنين. أولا في كل الأحوال حتى لو كانت التعاملات هي أمنية في النتيجة كانت تعامل مركزي، يعني كدولة كانت تتعامل مع المعارضة الإريترية، لكن في نفس الوقت المعارضة الإريترية أو قبل حتى الثورة الإريترية، الثورة الإريترية وهي في أوج قوتها كان ملفها مع أجهزة الأمن، ودي مفاهيمها وطريقة تعاملها مع المعارضة الإريترية أو غيرها من المعارضة، حتى المعارضة التشادية وقد كانت تتعامل مع حكومة الإنقاذ كانت تتعامل عبر جهاز الأمن. فدي مش مشكلة هذه الأنظمة، وفي العالم كله بصراحة الملفات اللي مشاكل ملفاتنا التعامل يتم معها عبر الأجهزة، حتى لو كان التعامل عن طريق وزارة الخارجية في النتيجة الشخص اللي يقرر هو الأجهزة الأمنية، وبالتالي دي مشكلتنا نحن في منطقتنا وفي مناطق أخرى. لكن أيضا يرجع وأقول إنه المعارضة الإريترية لو شكلت رقم وفرضت نفسها هذا التعامل حتى لو كان مع الملفات مع الأمن يكون صيغة التعامل أفضل، وبالتالي دي مشكلتنا نحن. لكن إثيوبيا السودان والآخرين وحتى اليمن يعني قبل المشاكل كانت تتعامل مع المعارضة الإريترية لكن من خلال أجهزة الأمن. هذه طيب جيلاني، واضح جيلاني، شكرا. طيب أعود بسرعة ليوسف. يوسف بسرعة، ما رأيك أنت؟ يعني هل ترى أن سياسة أفورقي كان أفضل رؤية من جيرانه حيث تعامل مع المعارضة السودانية والمعارضة الأثيوبية بشكل أثر سياسيا على داخل هذه الدول، بينما فشلت هذه الدول في استيعاب المعارضين السياسيين الإريتريين؟ والله يا أستاذ فؤاد أنا أود أن أجيب على سؤال مهم جدا. تفضل. ماذا تريد هذه المعارضة الإريترية؟ ما هي ماذا تريد؟ هل فعلا تريد التغيير؟ هذا هو السؤال المحوري الذي يجب أن تجاوب عليه هذه الأسئلة. طوال 20 سنة أو قل خلال 10 سنوات الماضية الفرص التي أتيحت لهذه المعارضة لم تستفيد منها. خلينا من الكلام اللي هنا ديا نبقى واضحين، هذه المعارضة مشكلتها في نفسها، مشكلتها بأنها ما تضع لا تضع استراتيجية، لا عندها خطط، لا عندها رؤية، عندها فقط أنا ما أعرف أقولها إيش يعني بين قوسين، عندها كلام هنا بتقول للاستهلاك الإعلامي فقط، ما أكثر من كذا. طيب يوسف، لأنه يوسف أيوة يوسف معلش أنا عايز أقول أنا مضطر أقاطعك معلش، لكن نعم وصلت معلش. المعارضة الإريترية تعاني من إشكاليات واضحة. دكتور عمر زرعي، برأيك هل التغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة في السودان وأثيوبيا، خصوصا أثيوبيا مؤخرا شهدت اضطرابات أمنية وسياسية، كيف ستنعكس على واقع المعارضة والنظام الإريتري؟ وكيف تمكن أن تجبر هؤلاء الطرفين على تغيير استراتيجياتهم؟ تقريبا واحد من أهم الفوائد اللي حصلت مثلا في التغيير في إثيوبيا أنه كثير من عناصر المعارضة المسلحة لإثيوبيا دخلت إثيوبيا، عادت إلى إثيوبيا. نعم.
هكذا جزء كبير من الأجهزة اللي بتحمي النظام الإريتري قد انتقلت إلى دولها. نعم. لأنه في السنوات الماضية القليل الماضية كان يعتمد على النظام الإريتري مثلا في المعارضة الإثيوبية، كان يوظف هذه القوى كميليشيات حامية له لنظامه، لأنه أصبح عنده هواجس من الجيش الإريتري. نعم. الآن الساحة متاحة للجيش الإريتري مثلا أنه يعمل تحركات في داخل البلد. المعارضة السودانية كما ترى يعني حركت الشارع الإريتري، الشارع الإريتري مثلا الآن في هذا الوقت متحرك أكثر من أي وقت مضى. يعني في هذه السنة في خلال 2018-2019 التغيير اللي حصل في الشارع الإريتري كبير جدا. يعني الآن أسمر كلها بتتحدث عن عملية التغيير. نعم. إنه كيف يحصل تغيير، إنه مثلا كفاية للنظام الإريتري، يعني في كل تجد هناك كفاية واضحة لكفاية حملة. نعم. واسعة جدا في كل أسمر ل كفاية، يعني أنه هذا النظام لا بد أن يتوقف هنا. هذه الأشياء هي نتائج استمرار النضالات اللي مضت في 20 سنة، هي الآن تتوج لنتائج أو ثمار هذه السنين اللي مضت. أيضا كانت أحداث مدرسة الضياء كانت علامة فارقة أعتقد في الشارع الإريتري، يعني وكثير من الأحداث اللي بتحدث في إريتريا. هو نقطة ذكرها الأخ عبد القادر اللي هي أنه التعتيم الإعلامي الموجود في إريتريا أنه يخلي كل الأحداث اللي بتحدث داخل إريتريا تموت في مكانها، أنه الأجهزة الأمنية تسيطر في نهاية المطاف على كل الحراك اللي يحدث في داخل إريتريا، لأنه ما في أجهزة إعلامية تتناقل هذه الأخبار لسوء الخدمة المعلوماتية الموجودة في إريتريا. ما في إنترنت طبعا، ما في تواصل مع الخارج، يعني الناس كلها متخوفة من القبضة الأمنية. كل هذه الأشياء الآن أصبحت الشعب الإريتري يتجاوزها رويدا رويدا، ويصل إلى أنه يقول للنظام توقف. الحراك الموجود في المنطقة، يعني لو نظرنا إلى الحراك الربيع الثورات الربيع العربي، حركت كل القوى المعارضة في خارج إريتريا، أعطت أمل لأنه الشعب الإريتري في خارج البلاد أنه يتحرك. الحراك اللي حدث في المحيط الإريتري حرك داخل إريتريا وأعطى أمل للشعب الإريتري في الداخل أنه ممكن يحصل تغيير ضد النظام. طيب دكتور عمر، نحن وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أشكر وجودك معنا، كما أشكر ضيوفي عبر الهاتف كلهم، الأستاذ يوسف بليس، الأستاذ جيلاني موسى، والأستاذ عبد القادر محمد علي من إسطنبول. أعزائي المشاهدين، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، ويبدو أن إريتريا مقبلة إلى تحركات داخلية ربما تشهدها الأسابيع والأشهر القليلة القادمة. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم.